في عصر الاحتراف تقبلت فكرة ان لاعب زي امام عاشور يروح الاهلي او عبد الله السعيد يروح الزمالك؟ الحاجات دي زمان كانت صعبة كابتن احمد، في عصر الاحتراف دلوقتي الامور دي بقت سهلة؟ انا حضرت لما كنت في الاهلي الفترة بتاعت الكابتن رضا عبد، كانت الدنيا مقلوبة، ما كانش يعرف يمشي في الشارع، كان بيستخبى وبيغير شكله والكلام ده عشان يمشي في الشارع. لا دلوقتي عادي طبيعي، المادة هي اللي بتحكم. امام اضاف للاهلي؟ اه طبعا، لعيب كبير جدا، احسن لعيبة في مصر، يعني من ضمن احسن لعيبة في مصر، هو بس محتاج يدوس على نفسه اكتر. لو داس على نفسه اكتر